حياكم الله متابعينا بحلقة جديدة تجمعنا معاكم من برنامج بيوتي. اليوم بنسلط الضوء على موهبتين مرتبطين مع بعض، الموسيقى والعطور. تعالوا نتعرف على ضيفتنا. حياكم الله متابعينا، احنا اليوم باستضافة عذاري الجحيل. حياك الله معانا في برنامج بيوتي. عذاري الله يحييك وشاكرة استضافتكم. عذاري، شو اللي خلاك تدخلين عالم العطور، وخصوصا انه يعني شهادتك تختلف اختلاف تماما عن هذا التوجه؟ مجال عملي 1+1=2، ما في ابداع، وانا انسانه وايد احب الابداع، فحبيت ان انا ابدي بدايه جديده. في 2013 شهر 3 دخلت دوره العطور، فمنها هي واحدة من وايد دورات أخذتها. المجال اللي فعلا شدني العطور، النوتات، الأشياء. قبلها كنت مجرد مستهلكة للعطور، أتذوق، أحب البخور، أحب الطيب، أحب هذا، بس ما فكرت ولا مرة شلون يتم تصنيع العطور. لما دخلت الدورة عرفت أن هذا عالم وايد حلو وفي الإبداع اللي كنت أطلبه. حبيتي يعني ولقيتي نفسك فيه؟ وايد حلو. وايد. شلون زين شلون صناعه العطر؟ لو بقول لك الحين، لو بسالك مثلا شلون ممكن انا اصنع عطر، تقدرين تعلميني؟ ببساطه، النوتات اللي تحبينها تقدرين تتعاملين معاها كمثلث هرم عطري. يكون في بيز، ويكون في الهارت اللي هو قلب العطر، والتوب. التوب العطر لما ترشينه، اول ما ترشينه شو تشمين؟ عادة يكون ياسمين، يكون النوتات الخفيفة اللي بسرعة خلال نص ساعة تختفي، تدشين على قلب العطر. البيز هو الأشياء الثقيلة الثابتة اللي تعطي ركازة للعطر، في الغالب تكون عنبر وفانيليا ثقيلة. الحين صار في مجال إبداع، دخلوا الكاكاو، دخلوا القهوة، الهيل، الأمور اللي شوية قريبة من مجتمعنا. إذا تحبين نوتات معينة تقدرين تقولين أنا أحب هذه وهذه وهذه. طبعا هذه كمستوى 101 بداية، هذه النوتات أحبها وأقدر منها أسوي عطر. لكن في ضوابط معينة الحين متبعة، منظمة اسمها الإفرا، International Fragrance Association، اللي هي حددت نسبة الجزيئات العطرية في كل عطر علشان يكون آمن للاستخدام للكل، انه ما يسوي تحسس لا على البشره ولا حتى عن طريق الشم. وانتم يعني لازم تستخدمون او يعني تكونون مع هذه الضوابط؟ في الكويت هي ما زالت غير ملزمه، لكن احنا انا يعني في هالبزنس هذا قررت انه فعلا عطوري تكون ماشيه مع هذه الضوابط علشان مستقبلا لو نويت العالميه. حلو، ان شاء الله توصلين للعالميه. ليش لا؟ إن شاء الله. طيب انت تميلين للعطور الصيفيه ولا الشتويه؟ انا احب العطور الخفيفه، واحيانا يطري على بالي العطور الكويتيه القديمه، العنبر، المسك، العود، الطيب الثقيل. يعني ما اقدر اقول اميل حق هذا ولا هذا، انا احب كل شيء اشمه في وقته، في كل شيء له مناسبه، كل عطر له مناسبه. احيانا تكونين في مزاج وايد حلو تعلقين على عطر معين، فهذا العطر يحط مثل البصمة عندك بالذاكرة، تذكرين أن هذه الفترة كانت هذا العطر. لو تشمين عقب سنين تذكرين أنه فعلا صح، تكون ذكريات. أي. يعني من خلال مثلا لو بي أقعد أسولف معاش وأقول لك ذكرياتي وكذي، تسوين لي عطر على ذكرياتي؟ ممكن جدا. صدق؟ ممكن جدا. حلو. وممكن الشخصيات تفرق، يعني في ناس مثلا الرياضيين يتحركون وايد، وهذا ما نقدر نحط لهم عود، عنبر. طبعا أنا عندي عطور ثابتة، بس ممكن أحيانا أني أبتكر عطر في شخصية معينة أو حكي. في سالفة أنا سمعتها وعرفتها أن أنت تربطين الموسيقى بالعطور. صحيح. صح؟ السالفة صحيحة، راح نسولف فيها بس بعد الفاصل. إذا مشاهدينا فاصل ونرجع، خليكم معنا. ورجعنا لكم من بعد الفاصل. عذاري، شنو علاقة الموسيقى بالعطور؟ الموسيقى هي المدخل بالنسبة لي حق الإبداع في العطور. قلت لك أنا أحب الإبداع. بس ايش رايك تشمين بخوره ونكمل يلا كلامنا؟ يلا. هو عموما الموسيقى يعني مدخل لابداع كل شيء بصراحه. يعني
حبيت، بس أنا سالفة أنك أنت وأنتي تعزفين يعني تخترعين عطر مثلاً. أي أنا من العزف هو أول شيء أسويه من أول الطقوس قبل لا أبتدي أصمم. مشاغل الحياة والالتزامات الأسرية وجهة العمل والضغوط هذه كلها، أنت محتاجة تطلعين من هذا الجو إلى جو ثاني. فشلون تسوين هالنقلة؟ بالموسيقى. بالموسيقى حلو. تعزفين تعدلين مزاجك. أنا بالنسبة لي هذا اللي حصل. أقعد أجابل البيانو أحياناً الأكسليفون. الأكسليفون تدرين أنا صغيرة كنت أعزف عليه. جميل. أحبه. جميل. من أحلى الآلات. إنزين. أول آلة عزفت عليها. أول آلة. أول آلة عزفت عليها كان الأكسليفون. وايد حلو هذا. البخور ما شاء الله. هذا بخور الروشنة. هذا يردك حق البيت الكويتي القديم. العيد قبل المناسبات صح الحلوة. صح. هلي أنا توني أسولف لك موضوع الذكريات، شلون نربط الذكريات عن طريق العطر. يعني الحين أنت صينية العطور هذه كلها ذكرياتك؟ مش ذكرياتي أنا، ممكن يكون عطر أو حالي قصته شخص معين وذكرياته. بس هذه فعلا ذكرياتي روشنة، العيد في بيت يدتي قبل. صح صح صح. يعني وايد حبيت بصراحة. انزين في مرة عطر يعني صنعتي وضرب معاك وبالمقابل سويتي عطر وكلش يعني ما كان لصيت؟ خل أقول لك، هذا من العطور اللي لما سويناها اتبعنا فيها التعليمات اللي في أول دورة. أنا أخذت وايد دورات. أول دورة كانت بسيطة 5 أيام فيها الهرم العطري وهالأمور اللي سولفت عنها، فاتبعت بالملي على أساس بسوي عطر فخم. للأمانة لما رشيته وايد ثقيل، مو تايبي أنا كشخصية، لكن هذا ثقيل. فاجأني كمية معجبين والطلب اللي يصير عليه، لدرجة أن هذا فعلا بست سيلر وهذا الستار عندنا. وسميته جولدن دريم على أحلى معزوفة أعزفها. في البيانو. حلو. كل معزوفة لها عطر عندك؟ لا مو دايما. بس هذا لأنه فعلا يا out of the box على قولتهم، فعطيتها الاسم واعتز فيه للأمانة. حلو. يعني ثقيل بس يهدأ وكل شوي يعطيك حلو عمق أكثر يعني. إنزين نقول هذا ضرب، واللي ما اللي توقعتي إنه يكون واو بس ما صار. أوكي وايد وما نزلتهم للأمانة في بزنسي، لكن أستخدمهم في بيتي. حلو. أي يعني أحبه وأحب نوتاته، بس الناس أذواق في هالأمور. في ناس تحب النوتات الحمضية، في ناس تحب السبايسز أكثر، في ناس في هبة الليذر الشوكولات هالأمور. أنا أحب أن أنا أجيب شيء ما يا في البال. يعني مثلا كان عندي مرش على القهوة، هذا سويته ب 2014 لما كانوا يشمونه يقولون حلو بس في شيء مو حلو. لأن ما كان مألوف أن بنحط، أنا سويت قهوة كاملة في المرش هيل مع نوتات القهوة، لكن بعد مدة بدأوا الناس تشم نوتات القهوة، بدأوا الناس تتقبل أكثر الهيل بالعطور. فسبحان الله بعد سنين من أنه على كتر وبس أستخدمه عندي في البيت قام يطلب. حلو. عذاري ايش رايك تعزفين لنا، ويمكن من عقب هذه المعزوفة أو المقطوعة اللي راح تعزفينها تطلعين لنا بعطر، ايش رايك؟ خوش فكرة. حياك. يلا. موهبتين. برافو. بكذي مشاهدينا وصلنا معكم الختام على أحلى نغمات. راح نلتقي معكم إن شاء الله بموعد قادم في برنامج بيوتي. شكرا لكم، مع السلامة.